السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة عن جولة في العالمين الجديدة. احنا رحنا كتمشية كده، لو حد مثلا نازل في الساحل او في اسكندرية حتى وعايز يروح يقضي كام ساعة كده كتمشية على الكورنيش، فهتبقى لطيفة كده والولاد اتبسطوا. بتدخلوا من مدخل بعد مارينا 7 على طول علشان ما تضطروش تعملوا يوتيرن بعد 15 كيلو زي ما احنا عملنا. اول ما بتشوفوا بوابة مارينا 7 تدخلوا تاخدوا اليمين على طول وتدخلوا في الخدمات، علشان هي ملهاش مدخل غير بعد مارينا 7 مباشرة. خلي بالكم بعد كده بندخل اسمه طريق الكورنيش، بيكون في الاول على اليمين الفندق والقاعة بتاعت قاعة المسجد الكبير وقاعة الماسة والفندق اللي هو رجال، وتحتيه المول بتاع المول الماسة اللي هو فيه سعودي. في 2 مول في العالمين. اول مول موجود تحت الابراج اللي هي الاولانية، وتاني مول اللي هو نورث عالمين. اول مول دوت فيه شوية محلات كده، هوريكم شوية محلات صغيرة ما فيهوش حاجات كتيرة، لكن الهايبر بتاعه اللي هو هايبر سعودي حلو جدا، سواء في الاكل اللي هتاكلوه ده مسجد الماسة، سواء حتى هتجيبوا ساندوتشات او فطاير او حاجات اكل سريع، هو باسعاره رخيصة زي المدينة، زي هنا بالظبط زي اسكندرية بالنسبة لنا. ده الفندق رجال، والمول تحتي المول فيه سعودي رخيص زي بالظبط زي المحلات العادية في اي منطقة، اسعاره مش غالية، وهو الحاجة الوحيدة اللي تقدروا تشتروا منه في مكان تاني، بس احنا ما كنا يعني المكان التاني بيعمل بالليل، هوريهولكو يبقى كافيه كده صغير يعني. في كل البنوك، في كل المحلات، وفي اللي هي السما اللي بتبقى منورة، سواء دخلته بالليل او بالنهار بتلاقيها منورة. سعودي حلو جدا جدا، احنا اشترينا منه كمان الغدا وفي بتزيد وهقولكو على الاسعار. ده بداية الممشى. هو اللي موجود واشتغل اللي هو مول سعودي، وده الممشى نمشي عليه بعجل. احنا كنا قاعدين عجل الاولاد فكان بالنسبة لنا حلو جدا. وبعد كده الابراج الجديدة، الابراج دي لسه ما اشتغلتش لكن اشتغل اللي هو مول نورس عالمين. المول اشتغل لكن ما فيهوش كل المحلات، ما اشتغلتش. المول دوت هتشوفوه دلوقتي في اماكن حلوة كتير للتمشية. هو دوت اسمه نورس سكوير، وفي اماكن باركن، في باركن داخلي وفي باركن خارجي. الباركن الخارجي ده كله مجانا، سواء قبل مول سعودي او عند الفندق رجال او قدام عند نورث سكوير، كل اللي على اليمين ده مجانا. طبعا ده كان يوم حفله فكان مسموح بالركنه بره، لان كان في اليوم ده حفله كاريوكي، احنا كنا رايحين عشان الحفله احنا بالصدفه يعني. كل ده مجانا، لكن لو دخلتوا سواء مول سعودي او مول نورث سكوير التيكت في الايام العاديه بيكون ب50، في الايام اللي في الحفلات بيكون ب100 جنيه اليوم كله يعني. دي البحيرات اللي هي بتكون في نص الابراج، ده جزء منها. البحيرات دي في مكان هتشوفوه دلوقتي في الفيديو نازل من تحت كوبري من الكباري، ده جاي عادي من البحر، وعليها اجزاء بتكون موجوده. هو طبعا كل ده لسه ما تشطبش، لسه في شغل كتير. كل الابراج دي لسه فيها شغل كتير. احنا كنا رايحين كانت الساعة 4 بس كان اليوم حر قوي، فاحنا فضلنا نتمشى بالعربية عشان المكيف ما كانش هينفع نقعد في مكان مفتوح، لازم في مكان فيه مكيف. فهي التمشية فيه جميلة الحياة ورائعة. دخلنا كمان في وسط المدينة، اتمشينا شوية، شفنا الحي اللي على الشمال ده الحي اللاتيني تقريبا، وهنا الابراج السكنية دي كلها عماير شقق، وفي اماكن شاليهات وفي اماكن شقق. احنا بنلف وهنرجع تاني، دي في وسط المدينه نفسها، دي منطقه سكنيه اكتر ما هي منطقه سياحيه. السياحيه اللي هي الشلالات، سوري الشاليهات اللي عند الميه والابراج اللي هي اللي على الشمال دي، لكن اللي على اليمين بدايه الغرف، في غرف فندقيه وفي غرف عاديه.
بعد كده احنا هندخل بقى، ركننا العربية وتمشينا شوية. دي هنا باين المية. في جوه المول هو اللي على اليمين طبعا. بداية من نص اليوم وقفوا الدخول بالعربيات للشوارع دي، فركننا بعيد. ده اللي هو نورث سكوير. في محلات شغالة ومحلات لا، وعلى فكرة الأسعار بتاعته يعني أنا دخلت محل بصيت فيه كده، في شوية حاجات شنط وحاجات كده أسعاره يعني زي هنا، لكن الكافيهات الحقيقة غالية شوية. احنا ما دخلناش كافيهات، لكن في اماكن كتير للقعده. والحلو ان في اولاد بتلعب، الاولاد تلعب براحتك في اماكن للقعاد. المكان ده اللي كان معمول في المهرجان السينمائي، طبعا المكان شبه فاضي شويه لان كله كان رايح في اتجاه الحفله. في بقى كل الكافيهات موجوده، كوستا، اسبريسو، كل الكافيهات موجوده. ده المكان اللي كان فيه مهرجان الدراما، كان موجود هنا، العمال كانوا بيفكوا في الوقت ده. وفي كمان اللي هي الباراشوت دوت، بيبقى واحد راكبه كده، الحقيقة انا مش عارفة هو تقريبا بيتركب من الشاطئ. في هناك 3 شواطئ شغالين. هنا المكان حتى انتوا شايفين ده التمثال، ده اللي هو تقريبا كان تمثال كليوباترا، كان في على البحر في واحد، وناحية الدخول بعد اتش اند ام واحد، اتش اند ام فتح هناك. الاسعار هناك زي بره بالظبط، حتى كمان في بيكسي موجود في مول اللي هو المول بتاع الماسا، كان بنفس سعر هنا بنفس التخفيضات، واحد وعليه واحد، هو دلوقتي شغال واحد وعليه واحد بنفس هناك. طبعا ده كانت فرصة الولاد ان هم يلعبوا بالعجل، لان هم بالنسبة لهم بيحبوا الخروجة دي. ده الجسر اللي بقول لكم عليه، المية بتدخل من تحتي، تدخل في قلب الابراج. اغلب الحاجات دي مش شغالة لسه. العربيات اللي راكنة دي، في هنا شاطئ، تيكت الشاطئ ب 400 جنيه. احنا فضلنا اللي يكون اليوم تمشية فقط. ده مكان لمشي العجل، دي الميزة ان هم عاملين اماكن لمشي العجل، يعني احنا بنفضل ماشيين ملناش دعوة بالكوبري. ده المكان اللي بيتعمل فيه اللي عند سلسلة الابراج دي، المكان اللي بيتعمل فيه الحفلات. فبيبقى في ناس راكنة هنا وناس راكنة على اليمين وعلى الشمال. والدنيا كانت زحمة جدا، ووقفوا العربيات، ممنوع تدخل. العربيات كانت بتدخل يمكن لغاية الساعة 3 4 كده. ده المكان التاني اللي بيبقى فيه ساندوتشات، كافيه كده صغير، بس الحقيقة احنا ما جربناهوش. هنا كان في بيتعمل حفلات مجانية زي حاجات شعبية كده. وكان في برضو حاجة تانية اسكندراني. الجو بالليل كان رائع جدا جدا جدا. احنا قضينا كام ساعة كده ورجعنا، الجو بالليل كان رائع والأنوار فظيعة. احنا ما مشيناش على الكورنيش كله، مشينا على جزء اللي هو عند المول سعودي ونورث سكوير. بعد كده ما كملناش على الكورنيش، لفينا ورجعنا لطريقنا دي اسكندرية. لكن الحقيقة كانت الجولة حلوة جدا وكنا مستمتعين، والولاد اكتر حاجة كانوا مستمتعين بيها ركوب العجل. الدنيا بقى كانت فاضية هنا عشان كله رايح في اتجاه الحفلة. اتمنى تكون الجولة عجبتكم.